حبل من التهليل المصحوب بالأغاني ودق الطبول. زفت بلدية تفوح غرب الخليل اليوم عرسها الجماعي الأول بدعم من الرئاسة الفلسطينية واحتضان المحافظة وكافة مؤسسات المجتمع المحلي. ده إصرار من الشعب الفلسطيني بأن يفرح وبأن يحيا حياته وبأن يقاوم في نفس الوقت، وهذه هي المناسبة التي تتوسط استشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات واحتفال الاستقلال القادم إلينا، هي تعبير على أن هذه المناسبة وطنية بامتياز. العرس الذي يأتي بالتزامن مع ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات وعيد الاستقلال الفلسطيني ضم في جعبته 30 عريسا ممن لم تسعفهم الظروف الاقتصادية الصعبة بتحقيق الحلم في الدخول إلى عش الزوجية. تم الإعداد لهذا الحفل أكثر من 3 أشهر حتى تم الوصول إلى ما هو عليه. طبعاً يهدف هذا الحفل من أجل توفير أو مساعدة الشباب، لأن كما نعرف بسبب الظروف المعيشية الصعبة. حمل هذا العرس معه بهجة أتاحت لكل من شارك به أن يطلق العنان لعواطفه ويشارك العرسان فرحتهم، متلاشياً بذلك رتابة الحياة اليومية القاسية التي فرضت على الشعب الفلسطيني جراء وقوعه تحت كنف الاحتلال. أنا ما بعتبره عرس، أنا بعتبره مهرجان وطني. الفرحة لا توصف. الإشي اللي خلانا نلجأ لهذا الإشي غلاء المهور، لأنه في الوضع الحالي الحياة صعبة كثير. شعوري فرحة عارية. عنا إحنا في الأعراس أموال طائلة بتنحط في العرس عشان يطلع ناجح، بس إحنا مقابل 1000 دينار طلع عنا عرس بشرف أول شيء البلد، بشرف أبناء البلد، بشرف فلسطين بحالها. الناظر إلى هذه الوجوه التي ازدانت بالفرح اليوم يدرك ما حققه هذا العرس الجماعي في الحد من منسوب العبء الذي بات يثقل كاهل الشباب الفلسطيني في ظل البطالة المصاحبة لغلاء المهور. من مناديل الحداد إلى الأعراس، شعب يحب الحياة لم تخذله البراهين، فهذا هو العرس الفلسطيني يبشر بأرض لا تنتهي ويقول تعالوا لننهي طقس جنازتنا ونشارك أحباءنا في الغناء. لتلفزيون وطن، دعاء الأطرش، الخليل.